اهلا وسهلا الاصدقاء ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا لا فيديو. مرحبا بكم في القناه ديالي مريم فلوكس. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا لا فيديو، ما تنساوش تخليوا ليا لايك وتشتركوا في القناه الا مازال ما اشتركتوش. اليوم جبت لكم وصفه ديال خبز صنع منزلي، كيجي رائع مقرمش من برا ورطب، واهم شيء انه سهل وسريع التحضير. خليكم على فيديو باش تشوفوا المكونات وطريقه التحضير. بسم الله على بركة الله، غادي نبداو بالمكونات ديال العجين. عندي هنا كأس ونص من الماء يكون دافئ، وعندي 500 غرام من الدقيق الأبيض، وعندي معلقة صغيرة من الملح، وملعقة كبيرة ونصف من خميرة الخبز، وزوج معالق كبار من زيت زيتون. زيت زيتون تيعطي الخبز واحد القرمشة رائعة بالنسبة للباغيت. ودابا غادي نخلط المكونات. غادي نخلط الماء مع الخميره باش تذوب لينا في الماء، ومن بعد انا غادي نعجن في العجانه. نتوما يمكن لكم تعجنوا عادي الخبز ديالكم كيف ما موالفين، انا هكا كنسهل عليا الخدمه، كنعجن بالعجانه وكتعطي نتيجه زوينه بلا ما نبقى ندلك. وهادي مهم، نتوما لكم الاختيار تعجنوا في العجانه او في يديكم، نتوما تعجنوا بالطريقه اللي كتفضلوا. ومن بعد غادي ناخد الاناء ديال العجينه وغادي نضيف فيه الدقيق والملح والزيت، ونضيف الماء بالتدريج حتى نحصل على عجين ما يكونش ثقيل وما يكونش خفيف، مهم انه يكون مدلوك مزيان. ومن بعد ما تعجنات العجين كيف ما كتشوفوا كيكون مدلوك مزيان رطب على هذا الشكل، غادي نجمع العجين وغادي نرجعه في نفس الاناء ونغطيه ونخليه حتى يتضاعف الحجم ديالو تماما، تقريبا واحد ساعه او ساعه الا ربع، وغادي نرجعه من بعد ملي يختمر العجين. وهنا من بعد ملي اختمر العجين كيف ما كتشوفوا ضعف الحجم ديالو كامل، يعني خصو ضروري انه يطلع كامل. صافي غادي نفرغه من الاناء وغادي نبسطو على هذا الشكل اللي كتشوفوا، غادي نطويه باش نخرج منه الهواء على هذا الشكل، وغادي نعاود نطويه مره اخرى من نفس الجهه ومن الجهه الاخرى. المهم اننا نشكل بحال باغيت كبيره، انتما غتشوفوا طريقه سهله واضحة على هذا الشكل، وانتم غير سرحوا غير بيديكم، راه كيتسرح عادي لان المدلوك مزيان، يعني كيعطينا طوع يعني غير بشويه. كيف ما شفتوا غادي نتني هاد الجهه على هذا الشكل ونغلقها، والجهه الاخرى كذلك، ونعود هذيك الجهه نحطها فوق الجهه الاخرى، وهكا كيكون عندي واجد. ومن بعد غادي نقطعوا قطع متساوية، انتما الا كان عندكم الميزان يكون افضل، ولا عينكم ميزانكم، يعني انتما تعرفوا القياس باش يكونوا لي باغيت قد قد ومتساويين في الشكل ديالهم. غادي نقطعهم ونشكلهم شكل كرة عادي كما كتشوفوا في الفيديو، يعني الشرح واضح والفيديو واضح تماما. غادي نقطع قطع تكون متساوية، انتما لكم الاختيار ديروهم كبار او صغار،
نتوما ليكم الاختيار ديروا الشكل اللي بغيتو. كيف ما شفتوا غادي نشكلهم على شكل كره، ومن بعد غادي نشكلهم على شكل باغيت غير باليد فقط، يعني طريقه سهله كما كتشوفوا في الفيديو. انا العجين قسمته على زوج، النصف الاول غادي ندير باغيت عادي طويل، والنصف الثاني غادي ندير به خبز دائري كيف ما كتشوفوا في الاول. يعني هذا الشكل كنكمل بهذه الطريقه. من بعد ما كملت لي باغيت حطيتهم في صينيه ديال الفرن تكون مفرشه بورق المطبخ، وكنخليهم يرتاحوا تقريبا حتى يتضاعف الحجم ديالهم تماما. وبالنسبه لي كيف ما قلت لكم العجين الاخر اللي بقى درت به فقط خبز دائري، حتى هو كيجي الشكل ديالو رائع بزاف. يعني وليكم الاختيار، نتوما اما ديروه بكل باغيت او على هذا الشكل. حتى هو كنديرو في صينيه ديال الفرن وكنغطيه ونخليه يرتاح من بعدهم على بعضياتهم شويه لانه كيضعف الحجم ديالهم، ونغطيهم ونخليهم حتى يخمروا تماما، ومن بعد عاد غادي نرجعوا ملي غادي يختمروا. وهنا كيف ما كتشوفوا ملي ضعف الحجم ديالهم كنخليهم على خاطرهم ما دغيا يخمروا، يعني ما تياخذوش الوقت بزاف. يعني كنغطيهم بلاستيك ونغطيهم بشي حاجه ديال الثوب، وكناخذ شويه ديال الدقيق كنرشو من الفوق على هذا الشكل، وكناخذ واحد الموس يكون حاد، يعني يكون ماضي او لا شي داك القطع اللي كنقطعوا بها الورق اللي كتكون ماضيه بزاف بحال الغازوار، وكندير خط الوسط غير بشويه، يعني ما نهبطوش بزاف. المهم على هذا الشكل كنديروا خط في الوسط على العجين كامل، وكنعاود هكا باش ان داك الخط يكون واضح باش الخبز يجي الشكل ديالو زوين. الطريقه العاديه ديال لي باغيت نتوما كتعرفوا. وبالنسبه حتى للشكل الاخر غندير ليه بحال هكا. وانا الفرن سخنته من قبل على درجه حراره 230، خاص الفرن يكون سخون مزيان، ونديرو فيه شي اناء ديال الحديد، شي لاطه تكون خاويه او شي مقله بحال المقله الثقيله ديال المسمن كنديروها فيه. انا غنوريكم الطريقه. وكنديروا فيها واحد الكاس ديال الماء، وكنسدوا الفران، كنخويو في الماء في هذاك الاناء وكنسدوا الفران باش الفرن يعطينا البخار. كيف ما شفتوا ضفت ليه واحد نصف كاس تقريبا ديال الماء، وكنسد الفران باش كيعطي لا فابور باش الخبز يجينا مقرمش وناجح 100%. صافي كندخل الصينيه الفرن بهذا الشكل. بالنسبه للخبز دائري حتى هو نفس الطريقه ما كيختلفش على الاخر، وغادي ندخلهم يطيبوا ونتلاقاو ملي يطيبوا الخبز ونشوفوا الشكل النهائي ديالهم. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي باغيت والخبز الصغير كما كتشوفوا. بصراحه كيف قلت لكم من قبل ساهل وكيستحق تجربه، ويمكن لكم انكم تحتفظوا به في المجمد، وملي تبغيو تناولوه تجبدوا تسخنوه في الفرن او في الميكرووند او حتى في البانيني كيجي رائع. وبصراحه كيستحق تجربه، وكنتمنى من انكم تجربوا. ولا جربتوا ما تنساوش تخليوا لي لايك وتعليق، وكنتمنى تشتركوا في القناة ديالي إلى مازال ما اشتركتوش. وشكرا على المشاهدة.